اهلا وسهلا بيكم اعزائنا المشاهدين وحلقه جديده من حلقات برنامجكم تأملات انسانيه. وحشتونا جدا جدا جدا، غبنا عنكم في اجازه العيد. كل سنه وانتم بالف خير وصحه وسعاده. برحب بالزميلتين اللي معايا في حلقه النهارده، الزميله الجميله يارا ابو العنين والنجمه المتالقه دائما لمار حسن. اهلا وسهلا بيك يا يارا. اهلا وسهلا بيك يا لمار، وان شاء الله باذن الله تكون حلقه مميزه جدا من برنامجنا تأملات انسانيه الموسم الخامس عمار يا مصر. وبندعوكم، احنا خلاص معانا، احنا الحلقه الثامنه النهارده من برنامج تأملات انسانيه، بندعوكم ان انتم تشاركونا الفرحه في حفل ختام الموسم الخامس من برنامج تأملات انسانيه يوم الجمعه، يوم الخميس 3/9. ان شاء الله هيبقى حفل قيم جدا على باخره سياحيه فخمه في عرض النيل. هنقضي وقت لطيف ومعانا شخصيات قيمه جدا، وباذن الله باذن الله يكون حفل قيم لختام موسم قيم من برنامجكم تأملات انسانيه. لما نيجي نتكلم عن الإذاعة المصرية يبقى لازم نقف وقفة تعظيم وإجلال للكيان اللي أثر في الوجدان المصري والعربي. هنا القاهرة، الجملة العظيمة اللي كلها دلالات وتأكيد على الوطنية والهوية المصرية منذ بدء بث الإذاعة المصرية، الإذاعة الحكومية في مصر. الإذاعة المصرية بدأت بثها سنة 1934، وده بتمثل لكل مواطن وإعلامي وإذاعي تجسيد للتاريخ المصري الكبير. وعشان كده مش غريب إننا نلاقي كيان جديد ومعاصر بيخرج من رحم الإذاعة المصرية، ألا وهو راديو أور. في الحقيقة بقى، يعني الحلقة دي بالنسبة لي أنا حلقة مقربة جدا 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 من قلبي. هتقولوا لي ليه؟ لأن راديو أور يعني هو كان أول تجربة ليا في الإذاعة الإلكترونية، وده كان بدعم وتشجيع وتحفيز قوي جدا من الصديقة والأخت العزيزة جدا المميزة جدا الإعلامية الرائعة الدكتورة نشوى فوزي. أهلا وسهلا بك يا دكتورة نشوى. أهلا بك يا محمد، أنا اللي سعيدة جدا بوجودي في وسطكم ووسط الشباب الجميل دوت. منورانا. ميرسي يا محمد على الكلام الجميل دوت، وأنت شرف في كل مكان. إعلامي جميل. الله يخليك يا دكتورة نشوى. الله يخليك. طبعا دكتورة نشوى يعني مقدم برنامج حوار اسكندراني، برنامج مميز جدا بيقدم على قناة الحدث اليوم، ومستشار إعلامي لعدة جرائد مطبوعة وإلكترونية، وأيضا عضو جمعية المراسلين الأجانب ونائب رئيس مجلس إدارة راديو أور. أهلا وسهلا بيك يا نشوى، منوراني جدا. إن شاء الله تكون حلقة مميزة بإذن ومفقة. الله بيكم ونجم الحلقة أبو قلب طيب النجم الجميل الأستاذ مايكل صفوت، منورني ومشرفني. وأنا فعلا ليا الشرف، وأنت عارف إحنا كنا بنرتب الحلقة دي يمكن من بداية السيزون. صحيح. يعني جت ظروف العيد والانشغال، انشغالكم شوية في بداية السيزون الثاني من راديو أور. مظبوط. فيعني أنا سعيد جدا بوجودكم. ده شرف ليا يا أستاذ محمد. إن شاء الله تكون حلقة موفقة. شكرا لمجهودكم ودعمكم، دي حاجة نتشرف بيها دايما. ده إحنا اللي بنشرف بوجودك معانا. الله يخليك. طبعا استاذ مايكل رئيس مجلس اداره راديو اور، شبكه اذاعه راديو اور، الشبكه الاذاعيه المحترمه المميزه اللي انا ليا الفخر اللي انا عملت معاها برنامج في رمضان، برنامج طعم البيوت، وعملت معاها ايضا برنامج في الموسم الثاني من راديو اور، وكان الموسم الاول لتأملات انسانيه كبرنامج اذاعي. يعني راديو اور احتضن تجربه تأملات انسانيه كبرنامج اذاعي في الموسم الاول إذاعيا بعنوان هو وهي، وبنتكلم في الموسم ده عن التعايش بين الرجل والمرأة. أستاذ مايكل صفوت رئيس مجلس إدارة راديو أور وعضو جمعية المراسلين الأجانب، وأيضا صحفي مميز أنا بعتز به وبسعد جدا بمتابعة مقالاته في عدة جرائد مطبوعة وإلكترونية. إيه يا يارا؟ دكتورة نشوى الجميلة بفكرها وان يكون راديو اور بالتنوع اللي احنا شايفينه ده، فاحنا عايزين نبعد عن حضرتك كده مثلا كرئيس كنائب رئيس ادارة راديو اور، عايزين نعرف كمان حضرتك كان ليكي دور اساسي في دعم وتأسيس الراديو وهي اذاعة الكترونية في 2020. عايز اعرف رأي حضرتك كده، هل انت شايفة ان في اختلاف في الاذاعة المصرية بين زمان ودلوقتي؟ اول حاجه انا مبسوطه قوي بيكم بصراحه، يعني ومبسوطه انا حاسه يعني في وسط اسره ليا بجد. وميرسي بقى يا محمد جدا جدا انت اتحت لاسره راديو اول تكون في ميرسي جدا. احنا نتفق على حاجه، احنا طبعا الاذاعه كانت نمبر 1 في عصر من العصور، انت ما زي ما انت قلتي هنا القاهره اذاعه اسكندريه، اذاعات ليها بصمه وسط الدلتا، مذيعين كده تسمعي صوتهم ايناس جوهر، ايوه الشرق الاوسط، غمض عينيك وامشي في خفه ودلع، انتوا صغيرين على
يعني احنا كنا حاضرينها. بعد كده ابتدى التلفزيون يظهر في الثمانينات، ابتدى يعني كل تطور لمرحله بيتاخر حاجه من السوشيال او الميديا اللي موجوده. اتاخرت الاذاعه، ايوه اتاخرت الاذاعه لان الناس الرؤيه بقت تشدهم اكتر، بقوا يتفرجوا على المسلسلات اكتر، ابتدت الفضائيات تظهر، ما كانش في فضائيات، ابتدت تبعد اكتر الناس عن الاذاعه. بعد الفضائيات وانتشارها دخلنا على مرحلة السوشيال ميديا. مرحلة السوشيال ميديا كله بقى دلوقتي معاه موبايل. طيب كله بقى معاه موبايل، الموبايل بعدنا عن التلفزيون وعن الإذاعة. طب ما فكرنا بقى الأونلاين ده مش في إيدينا وعلى طول موبايل كده في إيدينا، فجت من فكرة إيه؟ الاونلاين، سواء اذاعه او التلفزيون. وعلى فكره قدام يعني ان شاء الله الفكر المتطور زي بره كده كمان 10 سنين مش هيبقى فيه شاشه تلفزيون، مش هيبقى فيه اطباق للساتلايت، لا هيبقى فيه تلفزيونات وقنوات كلها اونلاين. ودلوقتي في قنوات مش هنذكر اسمائها نجحت في فتره الكورونا جدا جدا وعرضت افلام وحققت، وانا يعني انا مش عارفه ممكن احيي من برنامج يعني من برنامج حد معين، يعني السبكي نجح في قيادة السينما في عصر الكورونا. هتقولي لي ازاي السبكي انتج فيلم السينمات واقفة؟ لا، نزله في العيد وحقق نجاحات في يومين، يعني لو من بص على الناحية الربح والفلوس حقق ارباح مهولة. هو احنا نحييه تسويقيا لا الفيلم رائع، الفيلم رائع وفكرته ان هو يعرض في الاونلاين بالشكل ده جرأة. طب ماشي، ما شركات الانتاج كلها لو عملت كده خلاص. احنا كنا المفروض نسال بصراحه ونبدا في البدايه عن نشاه راديو اور، عايزين حضرتك تكلمنا استاذ مايكل عن نشاه راديو اور، ويعني الفكره بدات ازاي وجت ازاي معاك. مبدئيا انا بحييك على البرنامج وبحيي طاقم العمل وبشكركم على استضافتنا كاذاعه راديو اور. الراديو بدا كبدايه من 2019، من البدايه كانت فكره موجوده. انا كنت مخرج لراديو عمر خيرت، كانت حاجه زي حاجه على النت كده لطيفه جدا، كانت بتبث مقطوعات للموسيقار الكبير عمر خيرت. وبدات الفكره من هنا اننا ليه ما نعملش حاجه مختلفه على السوشيال ميديا ككيان اذاعي بيقدم يعني مجموعات مختلفه من البرامج تنتمي لهويتنا، تنتمي لشخصيتنا المصريه. الحقيقه حاولت كذا مره على مدار السنه اللي فاتت بمساعده مجموعه من الزملاء، ولكن الحقيقه كل المحاولات باتت ب انا معايا اثنين من اعمده راديو اور، انت كان معاك العميد الاساسي اللي بادئ معاك المشروع. لا انا جاي لك، انا جاي لك اهو في الكلام. لغايه بدايه 2020 اتشرفت بمعرفه الدكتوره نشوى صديقتي، ولما قلت لها يلا بينا في راديو، يلا بينا جدا. طب احنا عندنا 1 2 3 4، لا هنتخطى كل ده ونبتدي. فمن هنا بدات الفكره الحمد لله، ان احنا انطلقنا بحاجه بسيطه جدا جدا كبث تجريبي، ولا زلنا تجريبي، ان احنا بنحاول اننا نشوف الوضع ايه على السوشيال ميديا علشان ننخرط جواه بلغتنا احنا بس تجريبي، بنتست الموضوع والتجربه هتمشي ازاي بعد كده عشان ناخد الاطار الفورمال. واهم حاجه كمان يا محمد ان انت احنا زي ما احنا قلنا الاونلاين والسرعه، فاحنا عايزين يعني المستمع، انت مش شايفك المستمع يبقى يعني في جو كده، في بهجه، في حيويه، لان الشباب اللي بتسمعك محتوى يكون لائق. ما يعني ده اهم صح انت مايكل؟ بتتعرض لحاسه مهمه من حواس المستمع وهي الاذن. الاذن ومش شايفك لازم تشده. ايوه بالظبط. استاذ مايكل، كنا حابين نعرف بس ايه الصعاب والعقبات اللي وقفت قدام فريق راديو، وازاي قدرتوا تتغلبوا عليها وتوصلوا للشكل الهادف المميز ده؟ طب انا عايز اسال بس، انت عندكم وقت؟ انت عندكم وقت عشان تعبتوا قوي للدرجه دي؟ في 25 حلقه ممكن نقول الصعاب. بص استاذ سامع بيقول لي لا مفيش وقت خالص. لا هو الصعاب كتير جدا بصراحه، جدا جدا. ولو ان الراديو ككيان اتبلور في تقريبا شهرين او ثلاثه، لكن الصعاب كانت مهوله. كان اهم نقطه صعبه في الموضوع هي الاحباط، لان كنا كل ما نقول لحد احنا عندنا راديو عايزين نعمله، لا راديو ايه، ما حدش بيسمع راديو دلوقتي، انت هتركز على الاونلاين، ما حدش هيسمعك، ما حدش هيعبرك، وانت بتقدم محتوى ممكن تكون مش يعني الناس مش متعوده عليه على السوشيال ميديا. تمام، غير كده وكده كمان التمويل، احنا كلنا ذاتيين التمويل، احنا لا يمولنا احد، احنا كل حد شارك في هذا الكيان من استضافه في برنامج او مذيع بيقدم برنامج، الحقيقة لم يتقاضى أي أجر، وهو داخل محبة في الموضوع وعارف الفكرة دي لما تتبلور وتظهر شكلها بشكل كويس. لذلك أنا بقول عليكم تجربة ملهمة فعلا. صحيح. يعني صحيح. ناهيك عن بقى عن الإطار الاجتماعي الجميل والإطار. صحيح. الأسرة، أنا ما أنا عضو في راديو أور. عضو عامل. عضو عامل. عضو عامل. فيعني أنا يا نشوى بصراحة أنا بحس إن إحنا فعلا أسرة وعيلة.
واسره وعيله مش صغيره، ده احنا عندنا حوالي 19 برنامج. بس بس بصراحه يعني انا برضو هو في اتنين كانوا دعم لينا من الاول، اللي هو صحيح. خلى يعني خلى اي حد انت بتكلمه جاي، عمر خيرت طبعا. يعني انا اشكرك واستاذ علي الحجار وناس صحيح. يعني وقفوا، واستاذ امجد مصطفى، كانوا الثلاثه دول دعم. معالي الوزيره احنا بنتكلم في البدايه وبعد كده الدكتوره غاده الوكيل دخلت صح كده مايكل، دخلت في اذاعيين زي استاذ طارق السخاوي كان بيمدد لنا، يعني كان داعم لنا في كل فكره كل. وان شاء الله برضو من يعني دي مفاجاه ان احنا هنبقى اول اذاعه الكترونيه مرخصه في جمهوريه مصر العربيه والشرق الاوسط باذن الله قريب. طيب. ده سبق بقى. طيب اسمحوا لنا بقى ايه نشوف البرومو او السيزون الثاني بدا ازاي، وراديو اور لما حب يعمل ماده اعلاميه مرئيه يروج بيها للسيزون الثاني الموسم الثاني من راديو اور كانت ازاي. واسمحوا لنا نطلع فاصل نتفرج على البرومو بتاع راديو اور ونرجع لكم مع حلقه مميزه جدا من برنامجكم تأملات انسانيه. رجعنا لكم بعد الفاصل وما زلنا في حلقه مميزه من حلقات برنامجكم تأملات انسانيه الموسم الخامس عمر يا مصر، ومعانا ضيفين مميزين جدا دكتوره نشوى فوزي والاستاذ والاخ العزيز مايكل صفوت، منورينا ومشرفينا. وفي الحقيقه كنا عايزين ندي اشاره مهمه جدا وتحيه للاخ العزيز رجل الاعمال طارق الافطس، وهو يعني هو ليبي الجنسيه لكنه مصري الهوى والعشق، وزي ما عودنا دايما كان بيدعم القياده السياسيه في وقت الانتخابات وفي انتخابات مجلس النواب و و و وتبرع باجهزه تنفس صناعي واجهزه ومعدات في ازمه كورونا لمستشفى الشيخ زايد او مستشفى 6 اكتوبر، ما زال برضه بيدعم وقايم بدور مهم جدا اثناء الانتخابات. ويمكن كان دكتوره نشوى كانت كتبت بعض المقالات انا فعلا يعني رجل الاعمال طارق الافطس، يعني
يعني انا كتبت ليه اكتر من مقال. الراجل ده رائع، بيفكرني بشيخ زايد في الله يرحمه طبعا. طبعا ربنا يديله طول العمر طبعا. رجل الاعمال باشمهندس طارق، حد بيحب مصر، حد نفسه مصر تعلى، ونفسه يبقى ان شاء الله ليبيا باذن الله يكون فيها قائد كده يلم الشمل. وهو طبعا موجود القائد، والقبائل الليبيه يعني كل الشكر ليها ودعمها للرئيس. وطبعا انا تواصلها الدائم مع القياده السياسيه في مصر والتنسيق. وبرده انا بقى يعني انا فرحت جدا من مجلس النواب عطى القرار، لان يعني التدخل للشان الامن القومي المصري في الشان الليبي، فده كان طبعا نصر كبير قوي لمصر ونصر كبير لليبيا. ورجل الاعمال طارق الافطس يعني هو حقق زي ما حضرتك قلت استاذ محمد حاجات كتير قوي، مساعده لدرجة لمصر لدرجه ان هو بقى حديث الناس في 6 اكتوبر. يعني الناس بدات يعني تعرفه على المستوى يعني المباشر، ان هو راجل بيدعم القياده السياسيه وبيدعم التوجه السياسي العام في مصر. لمر يمكن كنت عايز تتكلمي على نقطة خاصة بإيه؟ كنا بنقول إن في وسط الإذاعات الكتير اللي بنشوفها وإن تسليتها التافهة بدأت تغير في الشخصية المصرية، إن راضي أور حريص كل الحرص على الانحياز القائم على انحياز الشخصية المصرية. كنا حابين نعرف من دكتور نشوى إزاي قدرتوا تحافظوا وتستمروا في النجاح ده واستمر الموسم التاني. هو الحفاظ على النجاح اصعب من النجاح نفسه. اختيارك للبرامج الصح، اختيارك للي يشد المستمع او المشاهد، ده نمبر 1. كونك بتختاري فريق عمل بيحب المكان اللي هو شغال فيه اهم ما تختاري فريق عمل بروفيشنال. يعني انا يعني دي نصيحه خديها، يعني مشي بيها في 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 مشوارك. خشي في الحاجه اللي فيها بتلاقي فيها حب من فريق العمل احسن ما تخشي في الحاجه اللي تلاقي فيها ناس يعني اكاديميين او ناس. فكان في حب، فريق العمل كله كان في حب. احنا دخلنا في عده برامج متنوعه، كنا بس تجريبي، واحنا برضو بناكد ان احنا بس تجريبي. بنطور، في تطور. دخلت تامرات انسانيه محمد، حول الصوره لصوت. دخلت رشا حافظ برضو اعلاميه، رشا حافظ في قناه الحدث، برنامج الاطفال، برنامج جميل، اطفال جميل مش بس ايوه يعني في تطور. ومجموعه شباب يبقوا شغالين على تجربه الاطفال، يعني دي حاجه جميله جدا، دي حاجه جميله جدا. وبرده يعني انا برده معانا شيري على التليفون. دخل معانا شيري بقى، دي سكر الراديو بتاعنا. معانا مداخله تليفونيه من الزميله العزيزه شيري حنا. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك، منورانا ومشرفانا ولينا الشرف وجودك معانا في المداخله التليفونيه. الاعلامي الخلوق المتميز. تسلمي لي. اهلا بيك يا استاذ محمد ومذيعات الجميلات استاذه يارا واستاذه لمار، اهلا بيكم. ما تحرمش من ذوق حضرتك وبرنامجك بقى الرائع المميز اللي احنا كلنا بنسعد بيه. انا عايز حضرتك بقى تكلمينا عن تجربتك في راديو اور بشكل مختصر كده، يعني ايه اللي حسيتيه في البرنامج بتاعك، وايه الدعم اللي كنت بتوصلي له، وايه روح الفريق وروح الاسره والعائله الجميله دي. حاضر. انا هو انا بس في البدايه برحب بحضرتك وبزملائك المذيعات الجميلات وزمايلي الاعزاء استاذ مايكل ودكتوره نشوى. طبعا تجربتي في راديو اور كانت يعني تجربه مختلفه جدا. احنا بدانا راديو اونلاين، فكرنا ان احنا نقدم ازاي محتوى راقي ومتميز ومختلف، محتوى ترفيهي لكن في نفس الوقت بيقدم معلومات مفيده، بيخاطب. احنا معانا صوره للاستاذه شيري حنا، اعتقد ممكن تنزلوا لنا بالصوره بتاعت استاذه شيري حنا من فضلكم على الشاشه والتايتل بتاع شيري وتنزل. اتفضلي يا استاذه شيري، اتفضلي. فطبعا انا في البدايه التقيت باستاذ مايكل ودكتوره نشوى وقعدنا نفكر ازاي نقدم محتوى ترفيهي لكن في نفس الوقت يكون مفيد ويخاطب كل افراد الاسره. يعني احنا بنقدم برامج اجتماعيه وثقافيه وتاريخيه ونفسيه وشبابيه، فبنرضي مختلف الاذواق وبرضه محافظين على تقاليدنا المصريه الاصيله. بالنسبه لبرنامجي انا، انا بقدم توعيه نفسيه بس بحاول اقدمها بشكل مبسط، معلومات نفسيه بس بطريقه سهله الناس تقدر تستوعبها. والحمد لله يعني اشكر ربنا، ده فضل من عند ربنا ان البرنامج كان من الموسم الاول عمل صدى حلو جدا جدا، وبدا حتى الشباب يتابعوه. انا من متابعينك يا شيري.
يا رب يخليك يا استاذ محمد. ده انا اللي من متابعين حضرتك. الله يخليك، ده شرف لي، ده شرف لي. يعني برنامج حضرتك حقيقي برنامج راقي وجميل جدا يعني، تسلميلي وبرضه والاخوه الزملاء دكتوره نشوى واستاذه هبه حقيقي يعني باقه مذيعين وبرامج فوق الهايله الحقيقه. وحشتينا يا شيري بجد، وحشتينا. وانت يا دكتور وان شاء الله يعني توعديني هيكون في فرصه قريب تنورينا وتشرفينا في استوديو قناه الصحه والجمال. شرف لي. يعني احنا حضرتك استشاري نفسي يعني، فعايزين بقى نتكلم عن الصحة النفسية. أنا يعني أنا أتشرف إن أنا أكون في استضافة حضرتك يا أستاذ محمد. إن شاء الله نلقاكي على خير، وميرسي جدا على المداخلة الجميلة دي، ونشوف حضرتك على خير أنا بإذن الله. أنا سعدت بيك وميرسي جدا، أشكركم. سلام. مع السلامة يا شيري، مع السلامة. إيه يارا، كنت عايز تتكلمي على الفيجن أو وضوح الرؤية من أهم أسباب النجاح يا أستاذ مايكل، فإحنا كنا عايزين نعرف من حضرتك كرئيس ومخرج لراديو أور، أكيد عندكم رؤية وخطة لمستقبل راديو أور، فحابين نسمع من حضرتك إيه الخطط أو إيه المود الجديد في راديو أور الفترة اللي جاية؟ طيب قبل بس ما أقول الفيجن، أنا حابة أكد على كلام صديقتي دكتورة نشوى إن أنا لازم أتقدم بالشكر لكل شخص ساهم معانا ولو بكلمة شكر أو بكلمة تشجيع معانا، من الموسيقار الكبير عمر خيرت، من الفنان علي الحجار، من الإعلامي والصديق الأستاذ أمجد مصطفى، دكتورة غادة الوكيل وزيرة الهجرة والكاتبة الكبيرة، ناس كتير كمان، زملاء كثيرين، أنا بس مش عايز أنسى حد عشان إيه يعني، لكن كل الناس الحقيقة، حتى الناس الأصدقاء، الناس اللي بيتابعونا، كل الناس اللي بعتولنا كلمة شكر واحدة أو كلمة تشجيع، أنا بشكرهم جدا جدا على دعمهم. شكر واجب ومستحق طبعًا، وطول عمرك ذوق الشاكة والجندلة. ربنا يخليك، أشكر. الفيجن إحنا عندنا بلانز كتير جدا لازم نعملها، ولكن إحنا حاليا في نطاق التكوين، إحنا لسه بنكون الدنيا، إحنا عندنا فيجن كتير، عندنا رؤية مستقبلية كبيرة جدا لتغير الكيان الإذاعي على السوشيال ميديا بشكل أرقى وبشكل أحسن وبشكل يدي انطباع عند الناس ان لا، السوشيال ميديا مش مجرد تسليه على الفيسبوك والكلام ده، لا، في نطاق تاني لازم نلجا ليه في المستقبل. ممكن محتوى ترفيهي ولكنه نافع. بالظبط، يعني مفيد جدا جدا، مفيد جدا. في نفس ذات الوقت ينتمي للشخصيه المصريه والهويه المصريه، ويقدم محتوى اعلامي هادف بعيد عن اي لغه مبتذله، ودي حاجه احنا بندقق عليها جدا في الفيجن اللي احنا حاطينه في المستقبل. لكن ان شاء الله في المستقبل هتلاقوا حاجه عظيمه، احنا متاكدين ان شاء الله. طب دكتور نشوى، عايز اختم مع حضرتك الحلقه بحضرتك بتحلمي بايه؟ يعني مش شرط تكون خطه وحطيناها، انا بقول الحلم هو بدايه الحقيقه، فانت بتحلمي بايه الراديو؟ بص انا هشبه لك حاجه صغيره وانت هتحس بيه في كلامي. انت عارف البيبي لما انت ابنك بيتولد وانت بتمسكه اول بيبي بيطلع بيبقى جواك ايه؟ بتبقى عايزه احسن حاجه في الدنيا في اللحظه دي. راديو اور ده هو البيبي، يعتبر اللي انا يعني صحيح زي ولادي يعني، انا بتكلم انا عندي 5 ولاد. الجمله دي بتتقال كل مره. والله يعني صحيح. انا عندي 4 وهو، فانا نفسي يبقى احسن حاجه في الدنيا، نفسي يبقى اعلى اذاعه الكترونيه على الشرق الاوسط ومش مصر بس باذن الله. وبرده انا برده عشان انا برده كان في برده يعني بعض يعني شويه زي ما احنا قلنا العقبات وكده. أيوة. عايزاها تبقى يعني دافع لينا. أيوة. وطبعا شيري استاذه في موضوع الصحه النفسيه، تبقى دافع لينا وللامام. وبعدين احنا فعلا نجحنا، لان احنا معاك يا محمد النهارده يبقى نجحنا. طبعًا. ان احنا معانا، انت معانا كمان في الراديو، يبقى ده نجاح لينا. الشباب الجميل ده مستضيفنا، ده نجاح لينا. يعني انا بشكركم بجد، وانا بختم الحلقه بشكر خاص فعلا لتلبيه الدعوه من الاستاذ مايكل الاخ العزيز، والدكتوره نشوى اختي اللي دايما بتدعمني واقفه جنبي. وان شاء الله ان شاء الله نوعدكم على بلقاء تاني وتالت، وبرامجنا مش هتخلص، احنا بنخطط لخمس او ست برامج هنا مع قناه الصحه والجمال. دعواتكم معانا بالتوفيق. ولازم انا برضو في ختام الحلقه اللي بنتكلم فيها عن راديو اور، اتوجه بخالص الشكر للموسيقار العظيم عمر خيرت على دعمه وتشجيعه وتواجده معانا في راديو اور، وللفنان العظيم علي الحجار، وللمعالي الوزيره السابقه الدكتوره غاده الوكيل. وانتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم تأملات إنسانية.